الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأجمل التسليم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب المبارك بكم، نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم، فمرحبا وحي هلا بكم. نتحدث عن بعض الورع عند علماء الأمة، ونذكر هنا الإمام أبا حنيفة رحمه الله. مما يذكر عنه أنه وقف في الشمس فقيل له: ألا تقف في ظل هذا الجدار؟ يعني في الظل، إذا وقفت في الظل من حر الشمس. فقال: إن صاحب هذا الظل، يعني صاحب الجدار، لي عليه دين، وأخشى أن يكون وقوفي في ظل هذا الجدار شيء من الربا، لأنه أنا ما بده، لا يريد أن يقع الإمام في موضوع قرضا جر نفعا. وأيضا الإمام مالك رحمه الله كان إذا مشى في المدينة المنورة لا يركب دابة، بيمشي مشي. فسئل في ذلك: يعني اركب لك دابة. قال: أخشى أن تطأ تلك الدابة وأنا أركبها مكان استظل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو جلس فيه، احترام للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لا ننكر عليه نحن، ولا نقول يعني لماذا لم يكن هذا الشيء. الإمام الشافعي أوصى تلميذه أن يغسله، والتلامذة كانوا نجباء، فقال: لم يرد الإمام اللي هو أستاذه ومعلمه، لم يرد بالغسيل غسيل الميت، إنما كان يعلم أن أستاذه ومعلمه عليه شيء من الدين، ففهم الرسالة أي اغسله من الدين قبل دفنه، سد الدين اللي عليه، ساعدوه في سداد الدين. والقصص في هذا كثيرة، حتى إن الإمام أحمد وقيل أبا حنيفة أنه أخذ خمرة اللي هي اللي بنسميها الخميرة لخبز، قال: من ماء، من مال مختلط، عرف أنه هذا المال مختلط، فأبى أن يأكله. فقال له أهل بيته: ماذا نفعل بهذا الخبز؟ قال: تصدقوا فيه على الفقراء وأعلموهم العلة. فلما ذهبوا به إلى الفقراء أبى الفقراء أن يأكلوا منه، وكان الفقراء أيضا غير عن الفقراء، الدنيا اختلفت. فرجع الخبز إليه فقال: ضعوه يعني في سلة ما، وألقوا فيه في دجلة في النهر. ثم تنبه بعدها أن الذي سيأكل هذا الخبز السمك، فامتنع أن يأكل السمك من ماء دجلة حتى مات. القصص في الورع والتقوى كثيرة، ونحن نقف بتواضع وأدب أمام هذه المواقف الكثيرة اللي الحرام اجتاح كل إنسان فينا واجتاح كل بيوتاتنا، واليوم نحن عاجزين
أمام غطرسة عدونا واجتياحه لمساجدنا ومقدساتنا، لأنه إحنا بالأصل لا نتورع عن شيء، فضعف دعاؤنا وضعفت قوتنا. أم محمد من الزرقاء، السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور، كيف حالك؟ يا مرحبا، يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور. بدي أسألك هلأ، جارتي توفى جوزها وهو في غربة، له 7 سنوات. نعم. بس كان قبل ما يعني قبل ما يتوفى كان يتواصل معها وصار معه ضيق مالي وانحبس وقعد 7 سنين يعني بس يتصلوا معهم هاتفيا لأنه ما بيقدر يرجع البلد. هل عليها عدة ولا لا؟ توفى هو مرض ومات. يعني هي ما زالت على ذمته؟ على ذمته، وكان يحكي معها بس لما صار مع يعني انه انحبس قضية مالية فكان يتواصل معهم هاتفيا كل فترة وفترة كل ما يصحر يعني. يعني هي على ذمته؟ على ذمته ايوه. وتوفي فعليها العدة، لأنه العدة هاي احترام لحق الزوجية، والعدة هي عبادة فيها عبادة وفيها أجر وفيها ثواب، فبالتالي هي تعتد 4 أشهر و10 أيام. فاختلطوا هم يعني بيحكوا لها أنت ما عليك عدة لأنه كان هاجرك. لا هي العدة تواصل. يا أم محمد هي العدة مش استبراء للرحم فقط. قلنا لك أن العدة عبادة. عبادة أوكي. ولا لما واحد بموت زوجها وعمره 90 سنة يعني ما هو زي الغايب يعني. أكيد. فنفس الإشي، فأمور كثيرة ما دام أنها بقيت على ذمته كان يعني ممكن كان لها فرصة أخرى مثلا أنه إذا غاب فوق 3 سنوات تطلب الطلاق للغيبة والضرر الواقع عليها. ما هي صبرت يعني هي صبرت وبقيت تنتظر زوجها، وهذا طبع الأصيلات ولم يلحقها ضرر، وإن لحقها فكانت عالجته بالصبر، فبقيت على ذمته وبينها وبينه توارث، الآن هي ترثه والآن هي زوجته، فعليها العدة 4 أشهر و10 أيام. نعم ايوه دكتور، الله يجزيك الخير. واياكم ان شاء الله. الله يعطيك العافيه، شكرا. حياكم الله. العده دائما يعني الناس يتهاونوا في موضوع العده، العده هي تعبد يعني عباده وفيها اجر وفيها ثواب، والزوجه هي زوجه يعني ما دام انه ما زال عقدها ساري وما زالت تحت يعني الزوجية وتحت العلاقة الزوجية موجودة وزوجة وما طلبت عنه ولا طلبت الطلاق لأنه تضررت بالغيبة اللي غابها عنها، فهي زوجته، فإذا توفي فعليها العدة. علي ضيف الله من الطفيل، السلام عليكم. مساء الخير يا شيخ. مساء النور والسرور. كيف حالك يا سيدي؟ طمنا عنك. الله بخير. انت شوف بارك كيف رمضان معك؟ والله الحمد لله، رغم انه في شكر بس الله عامل عليه الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سيدي الشيخ اذا سمحت عندي سؤالين. امرني. لا يمر عليك يا رب، الله يطول عمرك خير والله. واياك. سيدي الشيخ، السؤال الاول هو شخص يعني عنده مثلا 20 أو 10 آلاف وعليه دين مقابل حوالي 20، بس كان الدليل ال 20 وبشد في الأقساط إلى الشجة، هل يجوز عليهم زكاهم؟ يعني الدين مقسط لجهة مش لشخص. لجهة زي البنوك وزي المؤسسات اللي بتعطي هيك إشي أو هم مصاري يعني 20 ألف بس بيطلع زكاة يا سيدي، لأنه هذه الجهات اللي بتقسط بالطريقة هذه لو مات فإنها تعفيه من هذا القرض. لا فهو عليه زكاة يا سيدي. طيب السؤال، ولأن الدين مقسط يجوز له أن يأخذ من المال قسط ذلك الشهر اللي هو بده يزكي فيه. طيب السؤال الثاني سيدي الشيخ. نعم. الله ينعم عليك ويطول عمرك. السؤال الثاني يعني أنا بوجه دعوة من خلال هذه السنة للإخوان اللي الله بيقدرهم وبرفقوا
صدقات مثل يعني طرود الخير. هاي طرود الخير مع الأسف بكل الأسف بحكي يعني أنه تلقى برارة البضاعة بحطها في هذا الصندوق وفي هذا الخرطوم وبجلسينها وبديها. طيب يا أخي يا بتعطي شغلة تبين من وجهك يا بلاش تعطي. يعني ايش فيها طرود الخير الملاحظه؟ يعني فيها مثلا معلبات، فيها رز، فيها كبدي كذا. طيب. يعني مشكل بس انه يعني يعني غير صالحه يعني بالمطبوع. كيف غير صالحه؟ يعني بكون مثلا منتهي قربت تنتهي مثلا مدتها يعني منتهيه؟ تقريبا. يعني اللي بياخذ حاجه زي هاي يراجع فاعل الخير مباشرة، لأنه هو فاعل الخير بكون كلف تاجر إنه يجمع له هاي الأشياء وحطها في كرتون، وهو بيجي يأخذ هالكرتون بروح ما بيعرف وين راحت. هلا الفساد الذمة هون كان عند التاجر، فينبغي كيف انخلق بكون التاجر. التاجر اللي اشترى من عنده هذا المحسن هو حكى له حط لي طرود خير بعشرين دينار وثلاثين دينار قد ما قال له. هلا التاجر هذا الاشياء اللي بدها تنتهي عنده او المنتهية حطها، لانه الفقير احيانا لا يقرأ، ممكن يكون عيلة ما بيدروش او كذا فبروحوا ماكلين يعني ما بيشقوا ويجيهم. ايوه. فالان اللي بيجي شغلة زي هاي يراجع فاعل الخير، مشان فاعل الخير هذا يراجع التاجر اللي ذمته فاسدة وسوى هالفعلة. لازم تكون البضائع هاي مدتها صالحة وجديدة كمان. جزاك الله خير يا سيدي الشيخ. وإياكم. طبعا الآن في أخ علي عجبني يعني موضوع طرود الخير، إنك تعطي هذا الإنسان كوبون من المحل الفلاني بدون ما يعطي نقد، يقول له روح على المحل واختار البضاعة اللي بدك إياها ما عدا المحرمات مثل الدخان وغيرها، فبيشتري حاجته أفضل ما أنا أودي له شيء اما يكون عنده منه كثير او انه ما بيحبوهوش اولاده. الاخ احمد من ناعور. السلام عليكم اخ احمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا. كيفك يا شيخ؟ الحمد لله تمام. الله يجزيك كل خير يا شيخ. واياكم ان شاء الله. والله برنامجك بنستناه بالساعة والدقيقة. دعواتك حج احمد. والله يا رب انك تصير او وزير اوقاف يا شيخ. وبعدين ناعور غالي علي، انا خدمت فيها ست سنين بالمدرعات. بالمدرعات الاولى. نعم اسمعنا. فغالي غالي علي الكتيبة، وغالي علي المنطقة، وغالي عليها علي اهلها. الله يجزيك يا سيدي الشيخ. الله بجاه ربنا يخليك ولا تصير شر بني ادم يا الله وشر الامراض جميعا ان شاء الله. يلا في احنا بنطلع الفطرة. نعم. كل هذا شيخ الجامع بنخلي الجامع يقول لك ما بيجوز الا تجيب رز وسكر، بس في ناس محتاج بتاع واعي بتاع اشياء العيد. سلم على الشيخ. وقول له جزاك الله خير. وخوفه بالغول وقول له الغول بيقول لك بيجوز. هذا انت النبع، هذول كلهم انت النبع، راس النبع. افتى اسيادنا العلماء، افتى اسيادنا العلماء بحاجة الفقير للمال، واجاز العلماء اخراجها نقد. صح. لانه الفقير بحاجة للنقد اكثر ما هو بحاجة لحفنة قمح. والله مضبوط. والله في ناس يا سيدي ما هي حرام ما هي. يعني حج احمد انت قديش مضى من عمرك ما شاء الله العمر الطويل؟ انا خدمت من جيل 20 سنة. وإني متربج بالتلاميذ الفنيين. عمري 61 بشهر 9 61 سنة بصير. 61 لحقت معناته البيادر. لحقت البيادر. شفت لما كانوا يعطونا حفنة قمح؟ على البيدر كانوا يعطونا الصغار نتجمع حواليهم يعطونا حفنة قمح. او يعطونا حفنة كرسنة نروح على الدكانة فيها نشتري ما يعطينا فيها حبة حلو. والله مختلف من آل مخشرم. الفقير لما تعطيه انت يعني حفنة قمح ولا تعطيه زر جميد ولا تعطيه شوية تمر وروح على التاجر يبيعهن ما بعطيه فيه شيء. ما بعطيه ولا مختلف. زي ما كان يصير فينا على البيادر. ما كل وقت اعطيه وقت الناس تعبانة فاعطينا قد
وان شاء الله الاجر ثابت والاجر حاصل. بدي اعطيه لله كما اروح ابوي وامي. الله يجزاك الخير، الله يجزاك الخير. الله يجزاك يا شيخ، يا الله. مرحبا وسهلا، مرحبا. ان شاء الله يستر وزير اوقاف يا الله. ان شاء الله خير يا سيدي، الله يحييك. السلام عليكم. هلا يا سيدي هلا. احمد من بلعمه، السلام عليكم. اخ احمد من بلعمه. كيفك سيدنا الشيخ؟ ان شاء الله بخير. يا هلا يا مرحبا. يا سيدي هذه تأسئلة اذا سمحت، الله يجزيك عنا كل خير. واياكم، تفضل يا سيدي. السؤال الاول، انا زعلان، عندي تحسس من نفس الناس والغبرة مصدر الطبيعة نهائيا. تحسس من ايش؟ غبرة، اذا في غبرة او طقس هيك مصدر الطبيعة عندي تحسس. من الغبار ومن الزيتون ومن العطر ومن الدخان، ها؟ حتى لما يكون المسجد بيأس كثير اتحسس دغري. ولما بيسووا بخور كثير بالمسجد بتصير تعاطس انت. والله يا دكتور سووها فيي ولا مره؟ والله يا استاذ احمد سووها فيي، انا رايح اخطب بجامع والله يجزاهم الخير، حاطين بخور كثير وعلى الموكيت، وانا جاي اخطب خطيب وبلشت معاطس ودموع، معاطس ودموع، يلا لميت حالي اقدر اخطب. يا سيدي السؤال اللي بدي اساله، يعني نعم شو اليوم صليت الفجر السابور ما طلعت، يعني بس صرت المسجد فيه نادات كثير كمان اتعب منها، وكوفي غبره ما تطلع نهائيا، يعني لا نقعد صراحه. اذا ما بتقدر تطلع اما تستخدم الكمامه او بتاخذ علاجك، لو ما قدرت تطلع يعني قصدك تصلي في البيت؟ ايوه قصدي بس. صلي في بيتك وربنا يشافيك وعافيك ان شاء الله. هذا السؤال الاول، السؤال الثاني يا سيدي، اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. انا عندي قرحانات والدكاتره نصحوني ما اعطيهم. قرحه في المعده؟ نعم. نعم. شو حكى لك الدكتور؟ ممنوع ترضى. الطبيب حكى لك لا تصوم؟ نعم نعم، لا بس اصوم كمان انا اتعب نهائيا بصراحه، يعني الموت تقتلنا ما اقدر. اذا الطبيب حكى لك لا تصوم عليك الفديه. واسال الله لك الشفاء. اللهم صل على سيدنا محمد. السؤال الثالث. السؤال الثالث يا عبد الامر السلام، الله يجزيك عنا كل خير. اكثر ما نص المسجد يكون برم هذا اخر العصر مسجلين ركعه. نعم. فاهم علي؟ يعني بس اسجد الركعه الثانيه لازم اقرا محكم ولا لا؟ يعني بدك تكمل 20. انت بدك تكمل على 20؟ نعم. يعني وين ال 20 ركعه بالمسجد اللي هي التراويح؟ لا مش هيك دكتور، يعني مثلا رسولنا صلى العصر وفاتتني ركعه مثلا. يعني هم يقعدوا بالركعه الثانيه مشان يقروا التحيات. يعني انت بتصلي جماعه ولا لحالك؟ لا لا، ولا مش واجب علي. يعني انت بتصلي لحالك ولا مع امام؟ بدي اصلي مع امام. نعم. وفاتت علي ركعه. وفاتت عليك ركعة وين قبل لا يجي، يعني سبقك الإمام ركعة؟ نعم. بعد ما يسلم، بعد ما يسلم نعم، أنت بتقوم بتجيب ركعة وترد تلحقه. أنا معك يا سيدي، الله يجزيك عنا كل خير. وإياكم إن شاء الله. التحية أحكيها أقراها ولا لا أنا؟ بالركعة الثانية مثلا، يعني تعجيل حصل مثلا فاتت عليه ركعة، هو الركعة الثانية هو بالمؤاخذة يقرأ التحية. وين هو بيقرا بالتحيات؟ هو انت بتكمل معه التحيات وبتكمل معه كل شيء ما عدا السلام. الله يجزيك عنا. اذا هو سلم بتقوم انت تجيب الركعه. اما انت بتسوي معه كل ما يقوم به. تمام تمام، الله يجزيك عنا كل خير. الله واياكم ان شاء الله. الاخ عوض من الرمثة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيدي فضيلة الشيخ ابو اسامه. يلا حييك. كل احترام وتقدير لكم ومتابعة هذا، مشكورين على البرامج الرائعة. الله يجزاك الخير ويكتب لنا الأجر. وجزاكم الله خيرا سيدي، والحمد لله على السلامة، مبروك العمرة، الله يتقبل إن شاء الله. منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله. سيدي العزيز، احنا شرفنا بمعرفتك، من الأشرفي في نسيبي ماخذ من دار ابو فارس. انعم واكرم، انعم واكرم منك سيدي. اذا اهل الاشرفيه كلهم طيبون، شانهم في ذلك شان كل الاردنيين. شر افضالك. شر واكم الطيب. الكوره الاشرفيه الكوره. نعم معروفه يا سيدي، هذه مسقط راسي.
الله يحفظك جميعا انت والوالدين جميعا. امين امين. سيدي الله العزيز، اذا امرت اول شيء احمد الله واشكره على اخذ نعمة البصر رب العالمين مني اللي بحدود الحوالي 35 ل40 عام. يعني نعم بفضل الله تعالى. نسأل الله ان يبدلك بدلهن الجنة تبصر فيها ما تشاء. بارك الله فيك والله يطول عمرك. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من اخذ اذا اخذ حبيبتيه فصبر كان له اجر الجنه. بارك الله فيك. سيدي اذا سمحت، انا بفضل الله يعني بنصلي بالمسجد الحمد لله الفرض والتراويح 8. نعم. بنوي الثنتين الوتر، بنوي التراويح مع الشيخ. نعم. وبنوي الاخير الوتر كمان ركعتين عند الجلوس التشهد، بقوم قبل بسلم مش بقوم بجيب الثاني. نعم. لما اروح بفضل الله مع عيالي بالبيت بكمل 20. ما شاء الله تبارك الله. بكمل وبأوتر بفضل الله. احيانا ما بصلي بالبيت ما بروحش فيش، يعني بكون اولادي مش موجودين بروح مع الجامع، بصلي هون بيهم بالبيت. بصلي وتر سيدي الاخيرة، بنوي وتر عادية معهم. بس باجي بكمل الساعة 3 مثلا قبل الفجر، بجيب ركعة وبسلم بنويها يعني تكملة للصلاة. يعني بتكون سويت وتر بعد العشاء؟ هذا بعد ما اطلع اروح. ما في وتر لما ما اروحش على المسجد. بصلي تراويح بدون وتر انا وزوجتي واولادي. نعم بدون وتر. صليت معهم وتر، ما هم بدهم يوتروا يعني، هم بدهم يصلوا معي صلاة 8 أو 10. إذا أوترت 10 أو 12 حج الأخيرة حج عوض. حج عوض إذا أوترت أنت وياهم لا تعيد الوتر مرة ثانية، خلص صلي بالليل ركعتين ركعتين، كل ركعتين وسلم ركعتين وسلم. كنت أجيب واحد مشان يصير ثنتين وأزيد ثنتين ثنتين ثنتين. يعني إذا صليت وتر بعد العشاء وأردت أنك تقوم الليل مرة ثانية لا تصلي وتر مرة ثانية. ما أجيبش يعني ما أجيب وتر مرة ركعة مع اللي صليت أول شيء وحدة. لا ما تجيب. اثنين سيدي إذا سمحت لزوجتي بفضل الله تعالى بتختم القرآن برمضان 2 إلى 3 مرات. ما شاء الله تبارك الله، الله يتقبل. تصير سيدي والله من المخلصات والحمد لله. الحمد لله. الله تكون من الصالحات، بطلب رب العالمين انه الله يحفظ لي اياه. امين امين امين. ويحفظك سيدي. امين. تصير سيدي تقرا عني بدون ما تسمعني وتوهب الي قراءه قران كونه يعني من المكفوفين بفضل الله. بصير تدعي لك وبصير توهبك الاجر ان شاء الله. ولا بدي لازم اسمع قراءتها هي؟ اذا سمعت بكون احسن، لكن اذا هي قالت اللهم يعني اجعل هذا الأجر لي ولزوجي فلان ففيها أجر وثواب إن شاء الله ودعائها مستجاب. سمعتك سيدي حكيت معك أخت فاضل قبل يومين. نعم. قلت في قلم بدي إذا ممكن بفضلك يعني أحط القلم. القلم إذا بحط على السطر بقرأ لي القلم؟ بقرأ. نعم. هذا القلم موجود بالسوق؟ هذا مصحف يعني بصوت بيطلع، مصحف يعني بيطلع الصوت. نعم هذا مش موجود القلم عندي. موجود يا سيدي، ما بعرفش اذا في طريقة تتواصل مع القناة ادور اشتري لك واحد. حاضرين. بارك الله فيك سيدي. حاضرين، اذا بتترك رقمك او بترن على القناة بعد البرنامج وبتثبت رقم تليفونك ونقدر نوصل لك المصحف. حاضرين يا سيدي. الأخ حسن عبد الرحمن، السلام عليكم أخ حسن. كيف حالك سيدي؟ الله يعطيك الصحة والعافية. وإياكم إن شاء الله. يا سيدي يبدأ أسأل بالنسبة للزكاة. نعم يا سيدي. لما تطلع الزكاة لازم تقول لبدأ تعطيه، هذه زكاة أو أنت ضمير في نفسك يعني ضامر هذا الشيء وتعطي للإنسان. إن احتاج الأمر تقول له، يعني إذا كان من المؤلف قلوبهم بتحكي له هذا زكاة. يعني إذا كان دينه ضعيف، إذا كان إظهار أنها زكاة حتى تظهر هذه الشعيرة ومشان غيرك يفعل الزكاة يجوز،
إذا ما في حاجة لها مثل هذه الأشياء وتشعر أن ذلك يعني بيأثر على المتلقي لهذه الزكاة فأعطيها وربنا يعلم ذلك، لأنه أنت يهمك أن الله عز وجل يستجيب وأن الله عز وجل يتقبل. بعدين سيدي بالنسبة لل عندي بنات مثلا فقيرات بشكل كثير، نعم بالإمكان يعني أعطي من الزكاة، مش كل الزكاة، ما أعطي من الزكاة ولا ما أعطي النش؟ متزوجات؟ متزوجات بعطي جوزها تعطي لأزواجهن، ايش بعطي لاولاده وايش بعطي لجوزها شيء لازواجهم، تعطي لازواجهم او اولادهم. اما هي تعطيها يعني من المال، بتعطيها من المال بتنفق عليها وبتعطيها اذا احتاجت، يعني لان فقراء، يعني فقراء بشكل ماشي، بس انت بتعطي اذا زكاه وصدقات بتعطي لزوجها او لاولادها، اما هي اعطيها حتى يفرح قلبها. طيب في شغله ثانيه سي كنت بشوفها. تفضل. الو. من الليالي بكون نايم او بعد صلاه الصبح او شيء بطلع ولا انا دائما قاعد، يا اما بصلي يا بقرا قران. يعني بالمنام؟ نعم. هذه رؤيه طيبه ان شاء الله. انا لانه بقوم من الساعه 3 يعني بقوم هذه بدون صيام بدون رمضان، هذه رؤيا اصلي قيام الليل واقرا لي جزئين قران، ثلاث اجزاء قران قد ما ربنا قدرني، شايف كيف؟ حتى اصلي الفجر بعدين بنام. نعم. فهذه الاحلام يعني ان شاء الله خير. فهذه رؤيا خير ان شاء الله. ان شاء الله، الله يعطيك الصحة ربنا يتقبل ان شاء الله، لانه عقلك الباطني وعقلك الظاهري كلياتها مشغوله بالصلاه والصيام وقراءه القران، فيعني الله عز وجل جعل كل جسدك وفكرك مشغول بهذا الشيء الطيب وربنا يتقبل إن شاء الله. كان عندنا سؤال من الأخ علي ضيف الله يقول يعني واحد عنده 20,000 وعليه دين مثلا لشقة لمصرف من المصارف الإسلامية بنفس المبلغ، هلأ هذا المبلغ اللي هو للمصرف الشرعي الذي أخذ منه لشراء بيت غير مستحق، يعني مش مستحق أنك تروح تدفعه ومش لازم تروح تدفعه، فالمستحق عليك الشهر هذاك، الشهر هذا بتشيل منه مثلا إذا كان القسط 200 أو 300 دينار بتشيلهن على جنب وتزكي الباقي، وتزكي المبلغ الباقي اللي عليك. أما إذا كان الدين لشخص فالأولى سداد الدين، الأولى سداد الدين، لأن مطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للإنسان يكون عنده مال والناس إلها عليه دين، لأنه مال الناس غالي عليها، فالأصل أنك تدفع الدين اللي عليك. وذكرنا في بداية حديثنا الإمام الشافعي حينما طلب من أحد تلامذته أنه يغسله، فالناس فهموا أنه غسله يعني يغسله اللي هو غسيل الميت، لكن هذا التلميذ فهم الرسالة من أستاذه فقال إنما أراد أن أغسله من الدين. فما ينبغي الإنسان يموت عليه دين وبالتالي يتورث الناس ماله وقد يمتنع عن دفع الدين اللي عليه. أما إذا كان لجهة يعني تتحمل الأقساط والاتفاق بينهما أقساط فيبقى على أقساطه اللي هي عليه ويزكي المال النقد اللي موجود عنده. كثير يعني تجار يتعاملوا بمثل هذا، يكون البيت مديون والسيارة مديونة والكذا لكنه معه مال نقد، فالأصل هذا المال النقد أن يزكى لأنه تحت تصرفه ومش ملزم بدفع الدين، لكنه ملزم بتقسيطه، تقسيط هذا الدين ملزم بالشهر اللي فيه الزكاة بنشيله على جنب 100-200-300 دينار حسب القسط، والباقي يعني يزكى حتى تبقى فرضية الزكاة وركنية الزكاة ماشي بين الناس. كان في سؤال من أخينا أنه هل يجوز يعني أني أبلغ الشخص أنه هاي زكاة؟
بالأصل يعني هو بيعرف يعني أن هذه زكاة وحتى إحياء لهذه الشعيرة، لكن إذا كان ذلك يعني بضايقه أو يؤذيه أو أنه ما بيأخذ زكاة، فإذا ما في حاجة لذكرها أولى بعدم ذكرها. أبو خالد من عمان، السلام عليكم. عليكم السلام سيدي. حياكم الله. إذا أمرت بقدر أحكي معك دقيقة تحت الهواء. بصير يا سيدي، بس بعد البرنامج. بعد البرنامج. عندك سؤال الآن ولا ما عندك؟ لا ما عندي، بدي أحكي لك شغلة معينة. إن شاء الله. شكرا. مين بأخذ رقم التليفون؟ الآن يعني في ناس عندهم مشكلة صحية لما بيطلع، ودائما احنا نقول للإخوة اللي بتضرروا من الخروج بالشمس أو الخروج في البرد أو أي ظرف، إذا ما وجد العلاج المناسب بيقدر يصلي في بيته لسبب يعتبر هذا مرض، لأنه ما بيقدر يتمالك نفسه وبيتعب يعني، وفي ناس تؤذيه يعني بتصل حتى لأعصابه هذا التحسس لما بيكون كثير زائد يعني. لكن إذا الموضوع عادي هيك وبقدر بكمامة أو بشماغ إنه لبين ما يصل المسجد، لأنه هو مشكلته في الطريق، إلا إذا كان في المسجد بعض الإخوة يضع بخور زائد أو يضع يعني عطور زائدة وكذا، هذه يعني تؤذي بعض الناس. والأذى الأكثر يعني بالإفطار، تركب لك في باص خاصة الصبح وأيام البرد والباص مسكر وقزازه مسكر والممتلئ بالركاب، ويطلع واحد بده دخن عامل حاله يعني أنه هو شخصية يعني هيك أنه كييف وبده دخن، هذا أذى ويؤذي الناس، وقد تطاله دعوة واحد منهم فتقصمه. فما ينبغي يعني، أولا ممنوع، ثانيا حرام يعني بالدرجة الأولى حرام وهو ممنوع، فكثير في ناس يتمادى في هذا للأسف الشديد. خالد من العقبة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا سيدي. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله تمام. دكتور في عندي مشكلة كبيرة شوية. الله لا يجيب مشاكل. يا رب. هسا أنا ما بقدر أصوم. ما بتقدر تصوم ليش؟ ما بقدر أصوم عشان مرض مع المريض. سبب صحي يعني. ما بقدر أصوم نهائي، يعني سكري لما بقدر أصوم للساعة 9 بيخرج من الزبد السكري. نعم. وقالوا لازم تدفع صدقه زكاه عن صيامك. فديه طعام مسكين. يرحم والديك. هذا ما قدر، مش قادر، الوضع الحمد لله تحت الصفر. ايش في حكم في الاشياء؟ الوضع ما بيسمح اني ادفع شلن. شو بتشتغل انت يا خالد؟ بشتغل على عربيه قهوه، مره بشتغل 10 قاعد. طيب عربيه القهوه بتطلع مصاري. لا والله يا دكتور يعني انا ما فيش. بتجيب لها كل يوم 40 دينار. يلا من صمك لباب السماء، والله اذا بجيب درتين بغني في عبي. ليش؟ معناته مش مظبط القهوه يا خالد. لا مش مظبط القهوه، الوضع تعبان، السوق تعبان. يعني قديش مش بتاخذ دله معك كبيره؟ لا والله بسوي على الغاز. يعني مش عندك عرباي؟ عندي عرباي بس انا بمكان متخبي فيه عشان فوضي، ممنوع البصات القهوه والشاي عندنا. طيب ما رحت تاخذ من عندهم تصريح؟ ما فيش، ما بعطوش تصريح البسطات والله. عرباي ولا بسطة هي؟ من عرباي. عرباي صغيرة. هيك 8 سم. ايوه وما لهاش عجال. لا والله لها 4 عجال. طيب ومعقول ما بمر من عندك كل يوم بتبيع لك دلة؟ لا والله ما بمر يا دكتور، والله إذا كثرت بجيب لي، يعني قبل رمضان 4-5 أيام جبت 5 دنانير كيفت. ما في شغل، تعبان، ما فيش، انا مريض، انا قبل 4 ايام طالع من جلطه. الله يشافيك ويعافيك اخ خالد. الله يحفظك. واعتبر الفديه تبعتك مدفوعه من الان. بارك الله فيكم، يجزيكم كل بس خير. بس الدكتور قال لك افطر لا تصوم. الدكتور انا لا، الدكتور ما حكى لي. بس الدكتور هسه الدكتور للساعه 9 يعني بحاول ما اكل شيء، بس يرج من السكري، نزول السكري. بعلق، بتعب. أسأل الله لك الشفاء. الضغط السكري معايا. بس يا ريت تمر على الدكتور، خليه إذا أعطاك علاجات تأخذ علاجاتك، إذا قدرت تصوم بتصوم. ما قدرت باخذ أنسولين. ما قدرت تصوم إحنا بندفع عنك الفدية إن شاء الله. بارك الله فيك. سأدفع عنك الفدية. خالد إيش؟ خالد عمرو من سكان عمرو، أي ميم راو واو. خالد عمرو.
نعم. هيك شاطر بالإملاء. أنا خلصت كلية راسبت في الشامل والله. خلصت كلية وشاملة؟ راسب بالشامل والله دكتور. راسب بالشامل؟ آه. ربنا ييسر أمرك وبتنجح إن شاء الله. عندي الله يخلي لك ثلاث بنات. الله يحفظهم ويستر عليهم إن شاء الله. ثلاث بنات صغار هيك أطفال. الله يستر عليهم إن شاء الله ويتربوا بعزك ويفتح عليك ويفرج همك إن شاء الله. وبالمرة في واحد سمع صوتي يجيب لي ملابس للبنات الله يسعدك فرد إيدي كيف عليهم. أنت وين ساكن بالعقبة؟ في النحدود. شو اسمها؟ النحدود. المحدود؟ آه. هيك اسمها؟ المحدود عشان هي اسمها المحدود هي محدود. اسمها المحدود. بالعقبة. طيب كيف بده يسأل عنك؟ يقول وين خالد عمر بيعرفوك؟ لا والله ما بيعرفوني، هي رقم تلفوني. خلي رقم تلفونك عندنا وإن شاء الله نقدر نخدمك بإشي. يعني الأخ خالد حاله ينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أهل عرصة باتوا وفيهم جار جائع. يعني بالأصل إنه هؤلاء الذين يجوعون، الناس اللي عندها قدرة تطعم مثل هؤلاء الناس وطفلاته الثلاث، بسوى إنه حدا يدير باله عليهم ويتفقدهم بهالعيد وبهالرمضانية. وربنا إن شاء الله يستر على الجميع ويرزق الجميع. أم محمد السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم. أهلين مساء الخير. يا هلا، مساء النور والسرور. كيف الحال؟ والله بخير الحمد لله. كل سنة وانت سالم. وانت سالم إن شاء الله. كيف صحتك؟ بخير الحمد لله. مبروك عمرتك. الله يبارك بعمرك ويعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك يا شيخ. شلونك يا أم محمد؟ الله يسلمك. أخباركم كيف الصيام؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كيف الصيام؟ الحمد لله يا شيخ. الله يتقبل إن شاء الله. الله يا شيخ أدي رقم تلفونك. بدك رقم تلفوني؟ حاضر. خلي رقمك عندنا. وين ساكن انت يا ام محمد؟ الطفيل. والنعم فيك. فخلي رقمك عندنا وان شاء الله نتواصل. ايوه عندكم رقمي. اموريني يا ام محمد. يا ابن محتاج مساعده. حاضرين على راسي من فوق. حاضرين يا ام محمد. الو ام محمد السلام عليكم. ام محمد السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. تقبل الله طاعتك. منه منكم شو صار؟ عليكم السلام. شو صار موضوع ال؟ تقبل الله طاعتك. منه منكم إن شاء الله. كيفك يا شيخ؟ والله الله يقبل منا ومني. يا رب يا رب. الله يسلمك يا شيخ. أنا عندي بنت تجوزت واحد وعليها ديون ربنا. واختها متوفية فبدينا من الشؤون. بدي حصة اختها من فرس تتقسم علينا. بيجيها بصير اعطيها حصة اختها المتوفية. حصة اختها ايش؟ حصة اختها متوفية يعني بدينا بديها اكل في الشهر 10 ليرات. نعم. في الشهر 10 ليرات 15 ليرة. طيب وين باقي اخوتها؟ اخواتها كمان يتمعاقين عندي زيك بتقسم عليهم. بس هي هذه متجوزة وطالعة برا ووضح عليها ديون ربنا. يعني بدك تساعديها؟ ساعديها ان شاء الله عن روح المرحومة. حصة المرحومة أعطيها إياها. وليها أجر وثواب إن شاء الله. الله يجزاك الخير. بصير أعطيها يعني قصدي إياها. بصير بصير. يعني أنت ما بتأخذي من الشؤون يا حجة؟ ما بتأخذي من صندوق المعونة؟ لا والله ما بأخذ. يعني كم شاب معاق عندك؟ كم ولد والله معاق؟ ثلاثة. اللي حكيت لك يوم أسبوع اللي فات قلت طلعت لي حجة وماله ما بيشي. أنت فتنة اسمك؟ نعم. ايوه احنا بنبذل طريقنا ان شاء الله نلاقي لك حل ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله، لان طلع التسريح وان شاء الله ربنا ييسر الطريق. الله يجيب اللي فيه الخير. الله يجزاك الخير. الله يجزاك انتم الخير كمان قد ما بتحملوا. واياكم مقصرين يا حجي وليه. مشاهدي الاكارم، على امل اللقاء بكم بمشيئه الله في الحلقه القادمه. استودعتكم لله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. محمد نبينا.